بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والنعيم. بسبب ضغط العمل الفيديو زي هذا الشكل اللي تشوفه اليوم ارتجالي، لكن في عدة نقاط حابب أشاركها معكم اليوم. قصة حسام ديناميت الترند السلبي وتحديد تشارت البيتكوين. حسام طبعا هو اسم غير حقيقي، لكن خليني أقول لك قصة حسام. هو واحد من الأخوان المتابعين العزيزين على قلبي، كان يتواصل معي دائما وكنت اشرح له بعض النقاط والاستفسارات الخاصه وما الى ذلك. قبل 3 ايام تواصل معي قال لي انت نصبت علي في $100 علشان اكتتابه وشيء من هذا القبيل، واخذت الفلوس وعملت لي بلوك. بعد الاخذ والعطاء لمده 3 ايام حاولت اني اشرح لحسام، لانه حق من حقوقه انه يفهم هذه النقطه، وعلشان ايضا اوضح لكم اللي حصل. الكثير من الناس تسوي حسابات على التليجرام، قنوات، حسابات شخصية، وتحط اسمي، تحط صورتي، لدرجة يعني التزييف وصل انه حتى نفس عدد المتابعين الموجود في قناتي يحطوه في القناة الخاصة فيهم، ويستعمل الاسم والصورة والقناة والتزييف هذه كله عشان يضحك على الناس ويتواصل معهم. اللي حصل مع حسام انه تواصل معاه شخص ما هو بأنا، هذا الشخص اللي تواصل معاه أقنعه كأسعد ريسك انه في اكتتاب وانه لازم يدفع $100 للأسف، وحول له $100 وبعد ذلك عمل له بلوك. فلذلك خليك حذر، كثير من الاعلانات المبوبه على تويتر خصوصا الفتره الاخيره، الفيسبوك ايضا، على التليجرام، الكثير من الصفحات على التليجرام سواء كانت حسابات شخصيه، جروبات، قنوات، تستعمل اسمي وتستعمل صورتي وتستعمل حتى نفس المحتوى تاخذه وتحطه هناك لغرض النصب والاحتيال. فارجوك خليك حذر، لا تدور علي بشكل يدوي. كل حساباتي الشخصيه كلها موجوده في صندوق الوصف لاخر فيديو لي على اليوتيوب. نروح الآن للموضوع الآخر أو الأمر الآخر، إلى متى الترند السلبي. نتكلم بلغة الأرقام ونستعمل التاريخ والماضي كخير معلم للحاضر. في عام 1973 كان في كراش، كان في هبوط حاصل في الأسواق. هذا الهبوط أخذ 630 يوم للتعافي. في عام 2001 اللي هي في الدوت كوم بابل أخذ الأسواق عشان تتعافى 930 يوم. وفي الريسيشن أو الركود اللي حصل في أمريكا في عام 2008 ليمن برادرز وما إلى ذلك أخذت الأسواق تقريبا 512 يوم لكي تتعافى. فأنا الآن حكلمك كلام منطقي، أو خلينا نقول كلام أرقام. عندك نوعين من الترند السلبي، ترند سلبي موجود في فترة اقتصادية غير ركودية، وترند سلبي موجود في فترة اقتصادية ركودية. خليني أشرح لك بشكل أكبر. إذا كان الترند السلبي اللي هو هذا تشوفه أمامك الآن الأزرق موجود في فترة غير ركودية، يعني العالم الاقتصادي ما في ركود، ما في أي شيء، فعادة يأخذ معدل 6 أشهر للتعافي وأنه يتحول إلى ترند إيجابي. إذا كان الترند السلبي هذا موجود في فترة ركود اقتصادية عالمية وليس على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى عدد من الدول عالمية، فإن الترند هذا عشان يتحول من سلبي إيجابي يأخذ إلى 20 شهر. السؤال الآن، هل الترند السلبي هذا في فترة اقتصادية ركودية أم غير ركودية؟ الإجابة، إلى الآن إحنا ما إحنا موجودين في فترة ركود اقتصادي عالمي. صحيح أنه في بعض الدول تعاني من ركود اقتصادي، ولكن ليس عالمي حولنا العالم بشكل كامل. ولكن المشكلة إن دول اللي تعاني من ركود اقتصادي هي دول كبيرة إلى الآن. فلذلك إلى الآن إحنا ما نعرف قد إيش بالضبط نحتاج علشان يتحول الترند من سلبي إلى إيجابي، لكن ممكن نعطيه رينج في الأشهر. رينج اللي أنا أفضل إنه أعطيه ما بين 6 أشهر إلى 20 شهر. مع الأيام القادمة راح تتضح لنا هل في حرب عالمية، هل في مشكلة عالمية كبيرة راح تضم العالم كله، راح تحول العالم كله إلى فترة ركود اقتصادي عالمي، وبالتالي الترند راح يأخذ فترة طويلة. في النهاية أنت وأنا أفراد ما ندري إيش اللي دور وردها ليس إحنا هذه الأشياء وهذه المعلومات ما نعرفها. لذلك إحنا نقول إلى الآن 6 إلى 20 شهر بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن مع الأيام إذا اتضحت الصورة بشكل أكبر وكان في مساعدات معجزات من رب العالمين 6 أشهر هذه راح تقل. طيب تقول لي 6 أشهر أنا إيش أقعد أسوي في 6 أشهر هذه كلها عبال ما يتحول الترند؟ الإجابة وبكل بساطة أنت لازم تعرف أن الترند إذا كان سلبي مو يعني ما تقدر تسوي فيه فلوس، بالعكس أكثر الفلوس ممكن تسويها أنت في الترند السلبي. خليني أشرح لك. لو إحنا الآن هذا الترند السلبي استمر 6 أشهر مثلا، فأنت قاعد تتكلم عن خلينا نقول بهذا الشكل موجات أو حركات بهذا الشكل، ممكن يجيك ارتداد بهذا الشكل. يعني الفكرة اللي أنا حابب أوضحها إنه شايف الموجات هذه، شوف الموجات معايا، شايف الموجة الصاعدة هذه، شايف أيضا الموجة الصاعدة هذه، شايف أيضا الموجة الصاعدة هذه، هذه كلها داخل ترند سلبي، لكن هذه الموجات الصاعدة ممكن تعطيك من 50 إلى 100% تقريبا. فأنت قاعد تتكلم عن أرقام خيالية وأرباح حتى داخل الترند السلبي. هذه أول نقطة من الأشياء اللي ممكن تسويها داخل الترند السلبي. النقطة الأخرى أيضا إنك لازم تعرف إنه خلال فترة الترند السلبي أنا أحاول أنمي مصادر الدخل عندي. ليش أنمي مصادر الدخل؟ لأنه كاش إز كينج في الترند السلبي، بحيث إنه حتى لو نزلنا إلى أرقام منخفضة أنا قاعد أجمع 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 أجمع، فبالتالي أنا لما يتحول الترند من سلبي
السلبي الإيجابي كون محفظة استثمارية مضادة للرصاص. فهذه أحد الأشياء اللي أركز عليها وأحد الأشياء المهمة بالنسبة لي وحبيت أن أشارك معاكم. بالمناسبة ترى في خبر جدا مهم اليوم إن شاء الله الساعة 9:10 مساء راح يتم الإعلان عن الاشتراكات المدفوعة. الاشتراكات المدفوعة صار لها واقفة فترة وما شاء الله المرة الماضية أعلن عن 250 مقعد كلها انتهت في 3 أيام وكانت عدد طلبات لسه زيادة فوق 100-110 طلب تقريبا فزودنا 50 مقعد خلال 3 ساعات انتهت. فاليوم إن شاء الله راح نعلن عن إعادة فتح الاشتراكات المدفوعة في قناة التليجرام العام. ما هو عارف إيش هذا الكلام؟ احنا عندنا خدمتين مدفوعه. واحد قناه الدوره للمبتدئين، قناه نشرح فيها العملات الرقميه من تحت الصفر، انسان ما يعرف ايش يعني العملات الرقميه، اللهم يعرف شيء اسمه جوال ذكي وانترنت. الخدمه الثانيه هي قناه التداول الخاصه، هذه القناه ننشر صفقات بنقاط دخول وخروج ووقف خساره للتداول وما الى ذلك، وايضا ننشر فيها تحديثات خاصه احيانا غير موجوده في القناه العامه. هذه الخدمات كلها تفاصيلها بشكل اكبر، كيفيه الاشتراك فيها راح تتوفر في قناه التليجرام العامه. كل اللي عليك تسويه انك تروح لاول تعليق مثبت اسفل هذا الفيديو راح تلاقي رابط قناه التليجرام العامه، تدخل على القناه تنضم لها وتنتظر اعلان الاشتراكات تفاصيلها وكيفيه الاشتراكات وما الى ذلك. اليوم باذن الله في قناه التليجرام العامه هذه الفتره راح نعلن عن 300 مقعد فقط لا غير. تحديث تشارت البيتكوين انا ذكرت لك من 7 أيام تقدر ترجع لقناه اليوتيوب، يعني 1 2 3 4 5 6 7 من واحنا موجودين هنا انه هذه المنطقه بدايه الذوبان السعري، وفعلا هذا اللي حصل، نشوف بدايه الذوبان السعري. انا اعطيتك هذا التاريخ من قبل بامن الله سبحانه وتعالى، ولا زلت اعتقد ان للهبوط بقيه. بمعنى اخر اعلى مناطق ممكن يصل لها البيتكوين يغلق فوقها يومي هو هذا الخط الاحمر، هو خط بزاويه. وجهه نظري الشخصيه ان التداول تحت 19000 دولار امريكي واستعمالها كمقاومه ياخذنا سريعا ل 17600 دولار امريكي. فممكن نقول ان الفتره الحاليه البيتكوين راح يدبدب ما بين هذه المقاومه وهذا الدعم، ما بين تقريبا 20000 الى 17600 دولار امريكي، حتى ينتهي به المطاف بإذن الله تعالى الى كسر ال 17600 دولار امريكي ومن ثم اختبار ال 17400 دولار امريكي. هل قد تكون هنالك موجات ارتداديه في الطريق الى مراحل 17000 دولار امريكي؟ نعم، ولذلك احنا عندنا قناه تليجرام نحدث فيها هذه الموجات الارتداديه قبل حدوثها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المعلومات اللي حبيت اشاركها معاكم، اتمنى لكم يوم جميل، لا تنسون ان والديني من دعائكم اكثر من الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. في امان الله.